بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. أنا عارف إن الدنيا بدأت تبهوأ كده شوية ونبص على موداليتيز كتير قوي، بس هو يعني الحياة هي اكسبيرينس وإحنا الحقيقة هنا في الكورس يهمني إن إحنا نشوف اكسبيرينس بتاعت كذا حد، يعني الحالات بتاعتي وحالات الدكتور محمد زايد والدكتور محمود والدكتور احمد فتحي، لان كل ما تشوف حالات زياده كل ما تشوف حالات كتير كل لما الاكسبيرينس بتاعتك تزيد. وانا الصراحه الفتره اللي انا يعني اتسستمت فيها بالايكو كانت قبل امتحان الماستر. عملت ايه بقى؟ بعد لما عرفت الدنيا ماشيه ازاي والاسسمنت والحاجات البيزك، مسكت اليوتيوب وقعدت اكتب عليه اي حاجه، يوني كاسبد اورتيك فالف ايكو انتر، يروح طالع لي فيديو شورت يوني كاسبد اورتيك فالف، هوكم ايكو يروح طالع لي سب اورتيك ممبرين. وانا ماشي، طول ما انا ماشي قاعد بذاكر كده راحت جايه لها وفي الايكو بنشوف مش عارف اسيمتريكال سيبتال اند سيستوليك انتيريور موشن. طب ايه ده؟ طب اروح داخل على اليوتيوب وكاتب هوكم سيستوليك انتيريور موشن ويروح طالع لي الفيديو على طول. تمام؟ بقى على الايكو. ايه؟ مش مهم، المهم تشوف الصوره بس. يعني غالبا اللي هينزل على اليوتيوب يعني هيبقى شويه بروفيشنال شويه، يعني هتلاقي ممكن في اخطاء ماشي، بس هتلاقي الحاجات عندك ماشيه كويس. معرفش ده ليه شويه. فاحنا دلوقتي فاحنا دلوقتي عشان انت تزود الاكسبيرينس بتاعتك لازم تشوف كذا. دلوقتي في جروبات كتير على الفيسبوك للايكو كارديوجرافي كل يوم منزلين حالات، انت بدل ما انت قاعد متابع ويجز ومش عارف مين، خش على الايه على صفحات الايكو دي وبص ان انت تشوف الناس بتنزل حالات كل يوم، بحيث ان انت تزود الاكسبيرينس معاك. النهارده هنشوف الاورتيك فالف. عايزين نتفق كده، هي ايه الفيوهات اللي احنا بنشوف فيها الاورتيك فالف؟ قول يا رب. انا كل يوم بنوي بس احيانا صوت بيضرب مش عارف ايه، بس ان شاء الله ان شاء الله. اول حاجه الفيوهات بنشوف الاورتيك فالف فين؟ واحد باراستيرنال لونج اكس، صح؟ اهو انا شايف الاورتيك فالف اهو. اثنين باراستيرنال شورت اكس، وهنا علشان اشوف الكوميشرز بتاعت الاورطة واشوف الباثولوجي اللي فيه. ثلاثة الايديكال ثري تشامبر فيو، اهو جايب لي الاورتيك فالف. اربعة الايديكال فايف تشامبر فيو، يبقى احنا دلوقتي عندنا اربع فيوهات ممكن نشوف فيها الاورتيك فالف: باراستيرنال لونج اكس، شورت اكس، ايديكال ثري، ايديكال فايف. تمام؟ تعالى بقى نشوف ايه الكلينيكال كلوز اوف اورتيك فالف. ما ينفعش ان انت تخش على حاله تشتغل ايكو من غير ما تسمعها. ليه؟ احيانا دوب العيان عنده ماسكولار في اس دي، حته كده يعني ايه عمرك ما هتجيبها بالايكو الا لو انت شكيت فيها، يعني عادي في الروتين اكزامينشن كده ولا هتاخد بالك منها. انما لما تحط حاجات الفي اس دي هتسمعها قبل ما تحط السماعه على العيان، فلازم تسمع العيان. خلينا نفتكر ان الطب كان صعب زمان قبل السماعه الطبيه، وبعد ما اخترعوا السماعه الطبيه وكانوا بياخدوا القرار عليها، يعني كان العيان بيتفتح على السماعه، فتخيل بقى كميه التركيز والدقه وهم كلهم مطقطقين ودنهم كده وعايشين يشوف دي اس 3 ولا اس 4 وبعدين يفتح الايه العيان. دلوقتي العيان بيتفتح غلط على ايه؟ على الايه، مش على الكلينك. فما ينفعش ان انت تحط البروب على العين كده وتخش تشمر وتخش كده الا لما تسمع صدره علشان تسمع الحاجات الواضحه. مش عايز اقول لك يا عم فل العيان، بس ما ينفعش ما يفلت منك في اس دي، ما ينفعش يفلت منك بي دي اي، الحاجات اللي هي بتتسمع بالايه؟ بالسماعه زي السلو. ايه؟ يعني ده ديتيلز شويه. انا عايز اقول لك حط السماعه بس شوف في مرامير ولا لا، يعني سريعا كده في ميرمرز ولا ما فيش ميرمرز. اورتيك ستينوز، هو ايه الميكانيزمات اللي بتعمل اورتيك ستينوز؟ ما العين ترى ما يعرفه العقل. لو انت اصلا ما تعرفش هتفتح الايكو ما انتش فاهم حاجه.
اول حاجه احنا عندنا في حاجه اسمها شارت فالفولار اورتيك ستينوزس، وهي حالات اتفتحت وغيرت اورتيك فالف وطلع اللي عندها مشكله في سب اورتيك ممبرين وطلعوا بالممبرين. يعني احنا ما اعرفش اتعملت ازاي، بس انا شفت عيان مغير اورتيك فالف بروسيسز وهو عنده سب اورتيك ممبرين، طلع وغير وهو لسه الباثولوجي عنده. وفي عند سو هوكم اللي هو اسيمتريكال ست الهايبرتوري في القافل الاوت فلو. وفي عندنا فالفولار اورتيك ستينوزس اللي هو كالسيفيك بايكاسبيد وروماتيك اللي هم اشهر ثلاث اسباب ليهم. وفي عندنا اللي هو السندروماتيك سوبرا فالفولار اورتيك ستينوزس، الاورتيك فالف كويس بس الاورتا نفسه هو اللي ضيق من فوق. طيب ايه رايك في ده؟ ده ايه ده؟ صب اورتيك ممبرين وشايف الاورتيك فالف زي الفل، لا سيكند ولا في اي مشاكل، بس اللي عامل المشكله مين؟ صب اورتيك ممبرين. لما تشك في العين ممكن تبعته ويعمل ترانس اوسوفيجال. ده ايه رايك في ده؟ الاورتيك فالف في مشاكل؟ مفيش مشاكل، بس ايه اللي هنا ده؟ السيبتم هايبرتروفايد وكبير قوي، ومع السيستول الانتيريور ميترال ليفليت بتتحرك تقفل ال في او تي فيعمل لك ال في او تي وبستراكشن. يبقى دلوقتي الباثولوجي ده فالفولار اورتيك ستينوزس، يبقى ده سب فالفولار اورتيك ستينوزس. تعال نبص على ده بالاي بولينج كده، في عندي ال في اتش وعندي فالف كالسيفيك ومش عايز يفتح، بس ينفع او انت شفت حد شاف قبل كده روماتيك اورتيك فالف من غير روماتيك ميترال فالف؟ فانا بالنسبه لي لما بشوف الميترال فالف بيفتح ويقفل زي الفل فبقول العيان ده مش روماتيك، ان شاء الله كده ايه مش روماتيك، يبقى العيان ده كالسيفيك اورتيك ستينوزس. ده كده بالاي بولينج كده بس. طيب ايه رايك العيان ده ايه؟ شايف في ده روماتيك ميترال افكشن، يبقى لما اشوف اورتيك فالف افكشن يبقى غالبا هتكون روماتيك، يبقى العيان ده عنده روماتيك اورتيك ستينوزس. طيب ايه رايك العيان ده ايه؟ ده كيس ريبورت كانت منشوره على يوني كاسبيد اورتيك فالف، موجوده لو شفتها اديني رنه. ده عيان انا ما لقيتوش على النت، بس هو السوبرا فالفولار بيكون كده، بيبقى الاورتيك فالف كويس والاستينوزس فين؟ فوق مستوى الاورتيك فالف. طيب الاورتيك ستينوزس نعمل ايفالويشن بالبلس دوبلر ولا بالكونتينوس دوبلر؟ ليه؟ لان الفيلوستي عاليه صح، يبقى في المقام الاول هنعمل له تقييم دي كونتينوس ويف دوبلر. ولكن امتى احتاج البلسد ويف دوبلر؟ البلسد ويف دوبلر بنشوف عند ايه؟ عند نقطه، انما الكونتينوس بيجيب اللاين كله. بالذمه الكونتينوس يعرف يفرق الليفل بتاع الاوبستراكشن ليه؟ لانه هيجيب اي فيلوستي تيجي في وشه، انما لما احط البلسد عند الاورتيك فالف ولاقي هاي جيت يبقى ده فالف الاورتيك ستنوز، احط البلسد على ال في تي الاقي نورمال يبقى ده فالف الاورتيك ستنوز. طب العكس، احط البلسد على الاورتا الاقيه كويس، احطه على ال في تي الاقيه عالي، يبقى ده صاب فالف الاورتيك ستنوز. ده مش كده وبس، في عيان كان متشخص هوكم، هوكم حط الكونتينوس جيت وخلاه يحزق ليه الفيلوستي طلع في السنة. قال لك خلاص ده هوكم وبعته بقى يعمل السيرجري بتاعه الهوكم. لما جه بصيت عليه حطيت البلس الدوبلر عند ال في يو تي لقيت مفيش هاي فيلوستي، جيت احط بقى البلس عند الميد ال في لقيت فيه هاي فيلوستي، اذا الهاي فيلوستي بسبب ميد ال في اوبستراكشن مش اوت فلو اوبستراكشن. العام ده قلت له بس روح خد 500 ملح واشرب سوائل كويس جايب زي الفل، ولا تريتمنت ولا بتاع، كان ماشي على الدايوريتك وقفت له الدايوريتك والدنيا اتحسنت. يبقى البلسد هنا عمل لوكاليزيشن للسايت اوف اوبستراكشن، يبقى الكونتينوس هيقول لي فيه اوبستراكشن، انما البلسد ويف دوبلر هيعمل لي ايه؟ لوكاليزيشن للسايت اوف اوبستراكشن. وده اللي كان الدكتور احمد كان بيعمله امبارح، كان عايز يشوف الميترال ريجرج وصل لغايه فين في ال في، فحط البلسد تحت الميترال في ريجرج، في الميد ال في في ريجرج، عند اخر ال ال اي مفيش ريجرج، يبقى البلسد ويف دوبلر بيقدر يعمل لوكاليزيشن للهاي فيلوستي موجوده فين. طيب اول حاجه يعني ايه واصدق حاجه انا دايما مقتنع بيها هي 2 دي، 2 دي هو اللي بيشخص لك الحاله، مهما تقول لي بقى عملت كوانتيتيف كواليتيف، هو ال 2 دي هو اللي بيشخص لك الحاله. يعني هنا بال 2 دي عرفت ان في سب اورتيك،
ميمبرين اهو في ريدج اهو موجود في ال في او تي، ولما اشوفها لايف الاقي الدنيا كويس. بال 2 دي بدافئ لما بعته تي اي، لما راح يعمل تي اي لقينا ان الساب اورتيك ميمبرين واضح جدا اب تحت الاورتيك فالف. بنعينك برضو اللي عايز تعمل ايفاليوشن لايه؟ ترايكاسبت ولا بايكاسبت؟ هتفرق معاك عشان تدخل معاك الاورتيك روت بارامترز، لان في الاورتيك ريجيج لما هنيجي نتكلم فيه هنلاقي عند سيرتن اورتيك روت ديامترز ممكن نغير حتى لو عندي لزن سيفير اورتيك ريجيج، يعني عادي على هو بايكاسبت والديامتر مثلا اكتر من 50 في الاورتيك ده هيغير حتى لو ما عندوش سيفير اورتيك ريجيج. طيب ايه تاني؟ ده مثلا عيان عنده بايكاسبت اورتيك فالف، ده بيسموه الانتيريور بوستيريور تايب. طب ليه بقى انتيريور بوستيريور تايب؟ قال لك علشان الليفت و حصل فيوجن بين الليفت والرايت كوروناري كاسب. تعالى كده نشوف دي، ده كده اسمه ليفت رايت باي كاسب فالف، الفيوجن حصل ما بين الرايت والنان كوروناري كاسب. كويس، اعرف انه باي كاسب. بس بعينك ما ينفعش تقول لي عندي سيفير اورتيك ستينوزس من غير ما يبقى فيه ال في اتش. طب مين اللي عنده اورتيك ستينوزس وممكن ما يبقاش عنده ال في اتش؟ لو واحد عنده سكه تانية بيفض فيها زي مايتر ريجر زي الفي اس دي، تمام. ليه؟ اللي عنده سكه تانية فمش هيحصل هايبرفل، ده ممكن يحصل دايلاتيشن كمان. لو انا عندي سيجنيفيكانت مايتر ريجر ده هيقلل الفلو على الاورتيك فالف، فبالتالي هيضيع لي البريشر اوفر لود اللي كان بيعمل ال في اتش، فممكن ما الاقيش سيجنيفيكانت ال في اتش. انما ما ينفعش عيان يكون جاي لك ومطلعه سيفير اورتيك ستينوزس وما عندوش حاجه ثانيه نورمال، مفيش ال في اتش. ازاي؟ ما اعرفش. طيب فانت برضو بال 2 دي لازم تشوف الفالف بيفتح كويس ولا لا، يعني بعينك كده الفالف ده بيفتح كويس يبقى مهما تلاقي هاي جريدينت اكيد ده مش فالف لا اورتيك ستينوز. انما لو لقيت الفالف ما بيفتحش كويس انت هتصدق ايه اللي هتعمله بالدوبلر بعد كده. ومهم قوي بعد وانت بتعمل ايفالويشن للاورتيك فالف ان انت تشوف المايترال فالف. مايترال فالف هيلسي يبقى موستلي نون روماتيك مش روماتيك. لو المايترال فالف روماتيك يبقى غالبا الاورتا ده ايه؟ ده روماتيك. ده شورت اكس، ايه رايك فيه؟ شايفين الهيفي كالسيفيكيشن وما بيفتحش كويس، يعني هو فيه اتنين كسب بيفتحوا والكسبين التانيين لازقين ما بيفتحوش مع بعض. ايه رايك بالتو دي؟ انا عندي مايترال افكشن روماتيك، روماتيك مايترال افكشن، والدليل عليه ان الليفت اتريوم دايليتد، وهنا عندي الاورتيك فالف برضو كالسيفيك وما بيفتحش كويس يبقى ده غالبا بالتو دي. طيب ايه رايك هنا؟ الليفت اتريوم معقول والمايترال معقول والاورطة انا شايفه ما بيفتحش كويس بس مش سيكند، يعني مش هيبلي كالسيفيك ولا روماتيك ولا حاجه. طب ايه اللي ممكن يكون مخليه ما بيفتحش كويس في العيان ده؟ مال السيبتم؟ ان السيستوليك فانكشن قليله. شايفين السيبتم؟ السيبتم ما بتحركش. العيان ده اسكيميك عنده اجكشن فراكشن 30%، فمفيش عنده باور اصلا تفتح الاورتيك فالف، فبالتالي هنخش في دايليما حاجه اسمها لو فلو لو جريدينت سيفير اورتيك ستينوزس هنتكلم عليها. فانت برضو عينك كده وانت بتعمل ايفاليوشن في الاول لازم نشوف السيستوليك فانكشن كويسه ولا لا. ما يمكن اللي مخلي الاورتيك فالف مش عارف يفتح ان في سيستوليك ديسفانكشن اللي لما تحسنها الاورتيك فالف يفتح ويطلع العيان ما عندوش اورتيك ستينوزس. طيب بالكالر دوبلر، بالكالر دوبلر انت عندك الكالر المفروض ان هو بينتقل يمة البروب احمر عكس البروب ازرق، بس فيه هنا اصفر قوي وفيه هنا اللي هو الاليزنج فيلوسيتي، يعني لما بيعدي سرعه معينه بيعمل اللي هو الايه الجت الاصفر ده. فلما الاقي اليزنج فيلوسيتي اكروس الاورتيك فالف يبقى معنى كده ايه؟ ان ممكن يكون عندي ستينوزس، تمام. طب لقيت الفلو بالكالر دوبلر من غير اليجن يبقى ده غالبا مفيش
اورتيك ستينوزس، يبقى بالكلر كده عرفت ان في عندي اورتيك ستينوزس، وبالكلر عرفت ان انا عندي ميترال ريجيرج، يبقى لازم اعمل فحص تاني ان الميترال ريجيرج ده ممكن يعمل اندر استيميشن للاورتيك ستينوزس. ليه؟ لان مش كل الاستروك فوليوم طالع على الاورطه، ده في جزء منه راح على الميترال ريجيرج. وبعينك ده العين ده روماتيك ولا لا؟ الميترال ده روماتيك ولا لا؟ روماتيك، يبقى الاورطه غالبا هيبقى روماتيك، والروماتيك دايما ما بيعملش ايزوليتد ستينوزس، غالبا بيعمل كومبايند ستينوزس اند ريجيرج. طيب الكالر دوبلر هنا شايفين ايه؟ شايفين جيت صح يمت الاورطة هاي فيلوستي، وجيت يمت ال في هاي فيلوستي، يبقى معنى كده ان انا عندي اورتيك ريجيرج وعندي كويشنبل اورتيك ستينوزس. يعني ما اقدرش بالكلر كده اقول العين ده 100% عنده اورتيك ستينوزس، لا يمكن الاورتيك ستينوزس ده او الهاي فيلوستي جيت ده بسبب ان في اورتيك ريجيرج، ما الاورتيك ريجيرج بيزود الفلو على الاورتيك فالف، مش بيرجع لي دم، فالدم ده هيتكوم على اللي جاي لي من الميترال فالف وكلهم يطلعوا في الاورتيك فالف، فده ممكن يعمل هاي فيلوستي وانا ما عنديش اورتيك ستينوزس، وخاصه ان هنا ما فيش سيجنيفيكانت ال في اتش، يعني انا ما عنديش ال في اتش واضحه بال2 دي، فعشان كده بقول العين ده غالبا مش هيطلع اورتيك ستينوزس. طيب البلس دوب دوبلر، اتفقنا البلس دوب دوبلر ده بيأسس اللو فيلوستي بارامترز، الاورتيك ستينوزس ده هاي فيلوستي ولكن بي كان لوكالايز السايت اوف ستينوز، او هحط هنا عند ال في تي الاقي الدنيا كويسه، انزل بالكلسر عند الاورتيك فالف هلاقي نفسي مش شايف البيك، احط الكونتينوس هلاقي ايه؟ هاي فيلوستي وهاي جريدينت، يبقى العين ده عنده فالفلر اورتيك ستينوز. طب حطيت البلس على الاورتيك فالف لقيته كويس والفيلوستي من تحتيه، يبقى ده سب فالفلر اورتيك ستينوز. الكونتينوس هو الملك بتاع الهاي فيلوستي، هروح حاطط الكونتينوس واشوف الفيلوستي بتاعتي اخبارها ايه. بس اهم تريك ان انت لازم تبقى ان لاين وذ جيت، وكل الكوانتيتيف اناليسز والهري اللي احنا بنقوله ده معتمد على ان انت ظبط الفيو وظابط الكيرسر بتاع الكونتينوس والدوبلر. يعني ما يكونش الكالر جيت كده وانت الدايركشن بتاع الكيرسر بتاعك كده وتقول انا هعمل كوانتيتيف، يبقى امرت ايه؟ ما انت هتطلع الفي تي اي غلط، فبالتالي الاريا هتطلع غلط. فانت كل ده معمول على اساس ان انت ان لاين وذ جيت، عشان كده انا دايما بحط البلسد واحط الكالر او احط الكونتينوس على الكالر. يعني ما تحطش كونتينوس وبلسد كده على ال2 دي، لازم تشوف الكالر بتاعك وتحط عليه. فاحنا هنا ممكن نشوف البيك فيلوستي وممكن نعمل تريسنج ونطلع الفي تي اي من الكونتينوس ويف دوبلر، وكل ما الفيلوستي بتاعنا كل ما السيفيريتي بتاعت الاورتيك ستينوزس ايه؟ تعلى. فهنا الفيلوستي مثلا 2.5، والمفروض تحت 2.5 يبقى سكليروزس، هو معدل 2.5 شويه يبقى ده مايلد اورتيك ستينوزس. شايف هنا وصل كام؟ من 3 ل 4 يبقى ده مودريت اورتيك ستينوزس. شايف هنا معدي ال 4 وصل 6 يبقى ده سيفير اورتيك ستينوزس. طب انا عايز اسالك سؤال، لو الاورتيك فالف بيفتح كويس المفروض اوصل للبيك اسرع ولا ابطا؟ اسرع، السكه سالكه، المفروض اوصل للبيك ايه؟ اسرع، وكل ما الستينوزس يزيد اوصل للبيك بالراحه. عشان كده في الاورتيك ستينوزس بنلاقي عندنا ايه؟ بلس ستاردس. ايه ليه بلس ستاردس؟ ايه ليه بلاتو بلس؟ عشان البيك بيوصل قليل مع السيفير اورتيك ستينوزس. فقال لك ان انت هنا في احد الساينز اوف سيفيريتي ان انت تلاقيه راوندد وذ ليت بيك، تلاقي البيك في النص. انما تعالى كده نبص هنا، هنا البيك يمت ايه؟ الاكسليشن تايم كده ايه؟ شورت. تعالى نشوف المايلد، هتلاقي الاكسليشن تايم شورت وشورت. فكل ما البيك توصل للنص كل ما السيفيريتي بتاعت الاورتيك ستينوزس ايه؟ بتزيد. يبقى الاكسليشن تايم بتاعه بيزيد يعني الاستينوزس بيزيد يعني الاورتيك فالف اريا بتقل. طيب هتقول لي حاجه بقى، انا دلوقتي انا جايب في فيلوستي عالي، طب ما انت الفيلوستي دي ممكن بسبب ان في حاجه تانية هي اللي مزوده الفلو غير الاورتيك ستينوزس. ماشي، زي انيميا، زي هايبر ثايرويديزم، زي
اورتيك ريجيرج، مش الاورتيك ريجيرج ده هيزودني الفيلوسيتي على اورتيك فالف. فانت لازم تعمل اسسمنت، هل في كونديشن كلينيكال بتعمل هاي فلو ولا لا في الاناليسيس بتاعك. يعني مره شفت واحد مطلع واحده سيفير اورتيك ستينوزس وهي بريجننت، بعد ما خلصت البريجننسي انا بصيت عليها وعملت كده يعني ايه كوانتيتيف اسسمنت، لقيت انها مودريت اورتيك ستينوز، ست ولدت وطلعت بالسلامه. عملنا تاني ري اسسمنت لانها مودريت اورتيك ستينوز، وهنا في عندي سيفير هايبر تنشن. وجود السيفير هاي هو البريشر جريدينت اكروس الاورتيك فالف ده بين ايه وايه؟ مش بين الاورطه وبين ال في. يعني المفروض ان الضغط لما يزيد في الاورطه يقلل لي البريشر جريدينت، فيعمل لي اندر استيميشن للاورتيك ستينوزس. ممكن يبقى عندي سيفير اورتيك ستينوزس بس الجريدينت عليه مش عالي. ليه؟ اصل العيان ضغطه 230 على 120. فاهمني؟ طب واحد عنده مودريت اورتيك ستينوزس بس يا عيني عنده هايبوبوليميك شوك وضغطه 80 على 50، فانا لما احط عليه الكونتينوس هيطلع عندي هاي فيلوستي. فبالتالي لازم تحط في حسبانك البلاد بريشر بتاع العيان نورمال ولا هايبر تنشن ولا العيان شوك. وهنا بقى ياتي اهميه الكوانتيتيف، لان الهاي فلو لما يزيد على الاورطه هيزيد على ال في او تي، فانا لما اقارنهم ببعض هيطلع لي ترو اورتيك فالف ايدج. مش هدف الكوانتيتيف ان هو يتفادى ان انت مش ماشي ان لاين ويز جيت، لا، الهدف ان انت تعمل اناليسز لاورتيك فالف اريا في وجود هاي فلو او لو فلو علشان يطلع لك كده الاورتيك فالف اريا اخبارها. شايف ده نفس العيان لما حطيت الجيت ماشي كده والكونتينوس ماشي كده، شايف المين جريدينت طلع كام؟ 35. يعني معناه انه العيان ده عنده مودريت اورتيك ستينوزس. مهما ده مش حالتي، بس مهما يجيب في الفيو الجيت مش عايز يجي ان لاين ويز كونتينوس ويز دوبلر. ففي فيو كده رخم اسمه رايت باراسترنال فيو بالبنسل، حاجه اسمها بنسل بروب بتحطها هنا فالاورطه بيبقى طالع في وشه، فبالتالي الفلو بتاع الاورتيك فالف هيبقى يمت البروب، فيبقى الاورتيك ستينوزس جيت يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بس لما كان ان لاين ويز جيت شايف المين جريدينت بقى كام؟ 67. يا نهار ابيض، يعني انا ممكن اطلع العيان مودريت اورتيك ستينوزس وهو عنده سيفير اورتيك ستينوزس عشان انا نوت ان لاين ويز جيت. اه حصلت قبل كده، اه عيان كان داخل قاعدين مالتي فيزل ديسيز وهيركب 3 4 ستنت ومحتارين كابج ولا بي سي اي، كابج ولا بي سي اي، وهوب العيان دخل في هارت فيلير. فانا بعدي عليه ببص عليه، ببص على الايكو القديم اورتيك سكليروزس، رحت طالع نايم العين على جنبه ومنازل في الاكزيلا، لقيت الجريدينت المين جريدينت كان 80 والبيك جريدينت مش عارف 120. غيرنا الاستراتيجي تماما من ان احنا كنا هنعمل بي سي اي فعين عنده سيفير اورتيك ستينوزس ان هو يروح يعمل اورتيك فالف ريبليسمنت وايه وكابش. فلازم تبقى ان لاين وذ جيت. مش شايف قول مش شايف عادي، انا ممكن اطلع العين تحت ايدي اقول اي كانت ديترماين الاورتيك فالف اريا فور ترانس اوسوفيجيال ايكو، مش عيب. بس العيب ان انت تطلع ريبورت انت مش قده، مش واثق بيه، لان ده هيكلف العيان حياته. احد الخدع عيان يطلع عنده اكسنتريك ميتر ريجيرج جنب الاورت وانت تحط الكونتينوس ووف دوبلر، تلاقي ما شاء الله عنده ايه اورتيك ستينوزس محترم، وتعمل تريسنج وبيك فيلوستي وهو ما عندوش اصلا اورتيك ستينوز. ده انت الكالر بتاعك كونتامينيتد من الميترال جيرج، بيلقط لك الميترال جيرج. فلازم تفرق، شايفين ده الكونتينوس ايه بتاع الاورتيك فالف وده بتاع الميترال جيرج. فلما تلاقي دبل دينستي لازم تحط بالكالر كونتينوس، لازم يتحط على الكالر. ما ينفعش انت تروح حاطط كونتينوس كده وقايس، لازم تشوف هو بيقيس ايه، الكالر ده مايترال ولا اورطا، ان لاين وذ جيت ولا مش ان لاين وذ جيت. تعالى بقى نعمل كوانتيفيكيشن للاورتيك ستينوزس. هو النورمال اورتيك فالف اريا كام؟ 3 ل 4. وقال لك ان احنا المفروض ان هو لامينر طول ما الفيلوستي تحت 2 متر على الثانيه. يعني طول ما الفيلوستي اكروس الاورتيك فالف 2 متر تحت 2 متر،
مش هتشوف اليجن في الكالر دوبلر ولا هتسمع ميرمر اوف ستينوس. كل ما تزيد كل ما الدنيا ايه تزيد. هو احنا عندنا انفيزيف اسسمنت؟ نبى زيزو خليه يجيب لي ميه بس. ينفع نعمل انفيزيف اسسمنت؟ اه نعمل انفيزيف اسسمنت. ازاي؟ نحط قسطرتين نحط قسطرتين، قسطره في ال ان بي وقسطره في الاورتيك فالف، ونقيس البريشر جريدينت صح. وممكن نعمل اسس للبريشر جريدينت بايه؟ بالايكو. طب مين يبقى اعلى، الايكو بريشر جريدينت ولا الانفيزيف بريشر جريدينت؟ مين يا جماعه؟ على فكره ده سؤال شفوي للناس اللي هتخش امتحانات. مين اعلى، الانفيزيف ولا النون انفيزيف؟ مين موافق على الانفيزيف؟ انا مش موافق. بص الانفيزيف بيقارنك ما بين البيك للبيك، فعلا بيجيب لك البيك هنا والبيك هنا ويقارنها، انما النون انفيزيف هو بيجيبها لك في اللاين بتاع البيك بتاع ايه؟ ال ال في. فدايما بيبقى الجريدينت في الايكو اللي هو بالسهم الازرق ده اعلى من الجريدينت الايه؟ الانفيزيف. ما علينا مش مهم. اول حاجه عايزين نجيب البريشر جريدينت، لان انت الاسسمنت بتاع البريشر جريدينت بيفرق في المورتاليتي. كل ما الفيلوستي تبقى عاليه والبريشر جريدينت عالي، معنى كده المورتاليتي بتاعت العيان ده عاليه لغايه لما يعمل سيرجيكال او انترفنشن كوردج. ها كل ما يبقى ايرلي بيك ولو فيلوستي بين 2.5 ل 3 يبقى ده مايلد اورتيك ستينوز. طب الفيلوستي تحت 2.5 يبقى نورمال او اورتيك سكليروزس لو انت شايف فيه كالسيفيكيشن. طيب من 3 ل 4 مودريت، اكتر من 4 سيفير اورتيك ستينوزس. واتفقنا ان احنا نبقى ان لاين وذ ذا جيت عشان ما نعملش اندر استيميشن للسيفيريتي اوف اورتيك انجكشن. تحت 2.5 وفي كالسيفيكيشن يبقى ده اورتيك سكليروزس، من 2.5 ل 3 مايلد، من 3 ل 4 مودريت، اكتر من 4 سيفير. طيب ده بيترجم برضو وانا بعمل تريسنج للفي تي اي بيعمل لي بقى المين مش البيك، بيأسس المين. فالمين جريدينت ده بيتعمل له اسسمنت عن طريق اعمل ايه؟ تريسنج للجيت، مش بجيب البيك بس، لا ده بعمل تريسنج. فبيطلع لي الفي تي اي الفلوس تايم انتجرال، بيطلع لي المين جريدينت. المين جريدينت تحت 20 مايلد، من 20 ل 40 مودريت، اكتر من 40 سيفير، تحت ال 10 سكليروزس. يبقى الكات اوف فاليو اللي بقول فيه ستينوزس ولا لا 10 مين جريدينت، تحت ال 10 نورمال، من 10 ل 20 مايلد، 20 ل 40 اكتر من 40 سيفير. طيب الاورتيك اريا بقى اكتر من 1.5 مايلد، من 1 ل 1.5 مودريت، اكتر من اقل من 1 سيفير. طب هعمل لها اسسمنت ازاي؟ بالكوانتيتيف اسسمنت. يبقى عشان اطلع الترو اورتيك فالف اريا هعملها بالكوانتيتيف اسسمنت. واحد يقول لي طب ما اعمل لها تريسنج زي المايترن، ما بتطلعش اكريت. عشان نعمل كوانتيفيكيشن بنفس المبدا اللي احنا عملناه امبارح في المايترن، انا عايز اعرف كميه الدم اللي طالعه في ال في او تي هي نفس كميه الدم اللي طالعه منين؟ من الاورتيك فالف. ما ليه اللي بيفرق؟ كل ما الاريا بتزيد الفيلوستي بتقل، الاريا تقل الفيلوستي بتزيد. فلو انا عارف الاريا وعارف الفيلوستي عند ال في او تي وعارف الفيلوستي عند الاورتيك فالف، يبقى هعرف الاريا بتاعت الاورتيك فالف. فبيقول لك ان انت عندك الاريا في الفيلوستي تايم انتجرال بتوع ال في او تي هي دي الفوليوم اوف بلاد اللي ماشي في ال في او تي، والاريا بتاعت الاورطه والفي تي اي بتاعت الاورطه ده كميه الدم الماشيه في الاورطه. فالاورفيس اريا بتاعت الاورتيك فال بتساوي الاريا بتاعت ال في او تي في الفي تي اي ال في او تي على الفي تي اي بتاعت الايه؟ الاورتيك فال. سهله؟ طب هجيب الاريا بتاعت ال في او تي دايمتر ازاي؟ اللي بيوتي دايمتر على 2 في ط اللي هي 3 و14 من 100 في
طق نق تربيع، يبقى نربع نص الديامتر ونضربه في ايه؟ في طق. يعني مثلا لو هي 8، 8 على 2 فيها الأربعة، تربيع 16 في 3 و4 من 10 تطلع الايه؟ 3 و14 من 100 تطلع ال LVT area، تضربها في ال VTI اللي هتطلع لك من التريسنج بتاع ال LVT بالبلسد والدوبلر، يطلع لك ايه؟ كمية الدم اللي معدية من ال LVOT، صح؟ بعدين تجيب تريسنج للأورتيك فالف كونتينوس والدوبلر وتطلع البلوست تايم انتجرال، تقسم دول على دي يطلع الأورتيك فالف اريا. نفس المنطقة اهو، كمية الدم في واحد يساوي في اتنين. طب في واحد ده بيساوي ايه؟ اريا واحد في فيلوستي واحد، والفوليوم اتنين بيساوي اريا اتنين في فيلوستي اتنين، وهو ده نفس الفلو. فبالتالي اريا اتنين هتساوي ايه؟ واحد في في واحد على في اتنين. سهلة؟ حد مش فاهمها؟ اللي مش فاهم يرفع ايده، اللي نام يرفع ايده. صح النوم، كوباية شاي هنا. اللي عايز يطلب مشروبات قهوة وعايز يجيب الوجبة بتاعته وياكل فيها واحنا شغالين عادي خالص. اهو جاب الدايمتر اهو وقسمه على اتنين عشان يجيب الراديوس، وربع الراديوس وضربها في ط اللي هي 3 و14 من 100 جاب اريا واحد. الفيلوستي واحد جابها ازاي؟ بلسد ويف دوبلر، وعمل تريسنج للبلسد ويف دوبلر بتاع ال في او تي. طيب التايم فيلوستي انتجرال بتاع الاورتيك فالف جابه ازاي؟ كونتينوس دوبلر، وعمل تريسنج ليه الاورتيك فالف كونتينوس دوبلر، ضرب ده في ده قسمها على ده طلع الاورتيك فالف اريا. ده مثلا الديامتر كام؟ 1.9. في بعض الاجهزه بتحسبها اوتوماتيك، تقول له انا عايز احسب الاورتيك فالف اريا بالكونتينوتي ايكويشن، وهو بيقول لك اس لايه؟ بيقول لك اول حاجه اس للال في تي دايمتر، بتروح على اللونج اكس تقيس وتريكورد. يقول لك دلوقتي روح لقيس لي ال في او تي في تي اي، تروح له وتقيسها له ويطلعها لك 29. يقول لك دلوقتي بقى طلع لي الكونتينوس ويف دوبلر بتاع الاورتيك فالف في تي اي، فهو ادي الاي في في تي اي 163، دوس انتر يروح مطلع لك الاورتيك فالف اريا بالفي تي اي نص. يبقى معنى كده اللي عنده سيفير، أو يعني بدل ما احنا قاعدين نحسب النهارده بالكالكيوليتور، في بعض الاجهزه السوفت وير بتاعها بيقلاوي الاناليسيز اوف كوانتيتيف اورتيك فالف. امتى كوانتيتيف؟ امتى نعمل كوانتيتيف؟ لما احنا نكون نوت ان لاين وذ جيت، يعني لما ما نكونش ان لاين وذ جيت نحسب كوانتيتيف، انما لما يكون في شك في الفلو. يعني لو في شك في الفلو هيرفعوا على ال في او تي ويرفعوا على الاورتيك فالف، او ينزلوا على ال في او تي وينزلوا على الاورتيك فالف، فبالتالي كوانتيتيف هيطير لي السكه بتاعه الايه؟ الهاي فلو او اللو فلو. الخلاصه اسس المورفولوجي اوف اورتيك ستينوزس والفيلوستي والجريدينت. هل هو هاي جريدينت اورتيك ستينوزس ولا لو جريدينت اورتيك ستينوزس؟ هاي جريدينت يعني ايه؟ يعني فيلوستي اكتر من 4 والمين جريدينت اكتر من 40. حد مختلف على ده؟ حلو. هل انت عملت اكسكلوجن للهاي فلو ستيتس؟ اه عملت اكسكلوجن، يبقى ده سيفير هاي جريدينت اورتيك ستينوزس. كويس؟ طيب ما قدرتش تعمل اكسكلوجن، طب واعرف ازاي ان في هاي فلو؟ ان انت تحسب حاجه اسمها ستروك فوليوم اندكس. ستروك فوليوم تحسبه ازاي؟ حد يقول لي بقى ستروك فوليوم تحسبه ازاي؟ ايه؟ هارت ريت ايه؟ ابص ايدك. ستروك فوليوم ده في 1 بيت، لما تضربها في الهارت ريت تطلع لك الكاردياك اوت بوت. احنا عايزين ستروك فوليوم الايه؟ بالايكو. يعني نهار اسود ماشي. المايك هنا سمبل. الفي تايب بتاعت ايه؟ ال ال في او تي في الاريا بتاعت ال ال في او تي يطلع لي الستروك فوليوم، صح؟ تبقى اندكسد في البودي سيرفيس اريا يطلع لك الاندكسد ستروك فوليوم، اللي هي الستروك فوليوم اندكسد بالبودي سيرفيس اريا. وفي بعض الاجهزه تدخل عليها الطول والوزن وهو بيحسب لك السيرفيس اريا. لو اكتر من 58 مللي على المتر مربع، يبقى معنى كده ان احنا عندنا هاي فلو،
يبقى احنا كده عندنا ايه؟ هاي فلو. ندور بقى ايه سببه؟ هل سببه ده اورتيك ريجرج، انيميا، هايبر ثايرويديزم، هيباتيك فيلير، ايا كان ايه، لما يبقى اكتر من 58 مللي على المتر المربع. طيب لو انا ما عملتش اكسكلوجن، قال لك اسس بقى الاورتيك فالف اريا بالكونتينوتي اكويشن، لان الهاي فلو ما يزيد هيزيد على ال في في وهيزيد على الاورتيك فالف. لو طلعت الاورتيك فالف اريا اقل من واحد يبقى فعلا العيان ده عنده سيفير اورتيك ستينوزس، لو اكتر من واحد يبقى العيان ده عنده مودريت اورتيك ستينوزس. يبقى احنا هنا عرفنا اول فايده من فوائد الكوانتيتيف اسسمنت اوف اورتيك فالف اريا، انما لو بقى عندي ايه؟ هاي فلو. طيب نرجع تاني ام البتاع ده، انتوا سامعيني؟ نرجع بقى على واحد انت شايفه بالمورفولوجي كده سيفير اورتيك ستينوز، يعني الفالف ما بيفتحش، في عندك ال في اتش، بس جيت تقيس الجريدينت لقيت الجريدينت قليل، الفيلوستي بتاعتك اقل من 4 والمين جريدينت تحت 40، فحاجه من اتنين، يا اما فعلا مودريت يا اما هو سيفير وانت ما تعرفش. ماشي. طب قال لك اول حاجه اعمل لها اسسمنت اوف اورتيك فالف اريا. ليه؟ اصل احنا برضو لما الفلو بيقل هيقل على ال في او تي ويقل على الاورتيك فالف، فلما تعمل كوانتيتيف اسسمنت فهيشيل لك قصه الايه؟ الفلو. لو هاي فلو او لو فلو كوانتيتيف بيطلعها لك صح. طلعت لك الاورتيك فالف اريا اقل من 1 سم هنعمل ايه بقى؟ قال لك اكسكلود الايرورز ذات مي كوز لو فلو لو جريدينت اورتيك ستينوزس. طيب لو الاريا انت حسبتها لقيتها اكتر من واحد يبقى عندها مودريت اورتيك ستينوز، يعني انت على الرغم ان انت قايس الجريدينت قليل والبتاع قليل وانت شاك انه سيفير، لما عملت كونفيرميشن بالكوانتيتيف وطلع فعلا مودريت يبقى عندها مودريت خلاص. طب انت عملت اسسمنت للاريا لقيت الاريا اقل من واحد وفي نفس الوقت الجريدينت قليل والفيلوستي قليله، طب ده فعلا سيفير ولا مش سيفير؟ قال لك طيب بعد ما تاكسكلود الايرورز هنعمل حاجه اسمها اسسمنت للفلو ستيتس، ستروك فوليوم اندكس، كانت اكتر من كام هاي فلو؟ 58، اقل من 35 تبه لو فلو. يبقى لو عملت اسسمنت للستروك فوليوم اندكس لقيته لو فلو لو فلو، يبقى معنى كده حاجه من اتنين، يا اما الاورتيك فالف ده سيفير بس انا مش عارف اقيس جريدينت عالي عشان كميه الدم قليله صح، يا اما العين ده اصلا مش سيفير والفالف ما بيفتحش عشان في سيستوليك ديسفانكشن، ولما احسن السيستوليك ديسفانكشن هتحسن الفلو فيفتح لي الاورتيك فالف فالاريا تبان لي كويسه. فاهمني؟ طيب عايزين نعرف، قال لك دلوقتي في عندي نورمال فلو ازاي؟ يعني انت عندك نورمال فلو معدي والجريدينت قليل، يبقى العيان ده غالبا ما عندوش سيفير اورتيك ستينوز، طلعه بره اللعبه، العيان ده غالبا مودريت كده اورتيك ستينوز. طب في لو فلو، طب ايه سبب اللو فلو؟ هنشوف اسسمنت الايجكشن فراكشن، هل سبب اللو فلو ده سيستوليك ديسفانكشن ولا لا؟ لو لقينا فيه مفيش سيستوليك ديسفانكشن، يعني في فلو قليل وايجكشن فراكشن زي الفل اكتر من 50%، ده حاجه بارادوكسيكال قوي، يتسلف الشافه ويقول لي يا ابني ايه البارادوكسيكال لو فلو لو جريدينت اورتيك ستينوزس، ما تعرفش. هو ده البارادوكسيكال لو فلو لو جريدينت اورتيك ستينوزس، ان واحد يبقى عنده لو فلو ولو جريدينت وايجكشن فراكشن كويس، ده معناه البارادوكسيكال لو فلو لو جريدينت اورتيك ستينوز. وهنا مش هعرف اعمل له ايفالويشن لان انا مش هعرف احسن الفلو باي وسيله معايا، هديله دوبيوتامين؟ طب ما هو اصلا انجكشن فراكشن بتاعه اكتر من 50%. طب لو اقل من 50% قال لك اعمل له دوبيوتامين ايكو. لو الدوبيوتامين ايكو حسن الايجكشن فراكشن ولا ما حسنش؟ لو حسن الايجكشن فراكشن هتعرف تعمل ايفالويشن، طب ما حسنش مش هتعرف، يعني ده واحد ايجكشن فراكشن بتاعه 35% حطيته على الدوبيوتامين ايجكشن فراكشن 35%، فبالتالي انت ما حسنتش الفلو فمش هتعرف تعمل تقييم، انما حطيته ولقيت فيه فلو ريزيرف واتحسن اه كده هتعرف تقييم. لو انت الفلو اتحسن
هتعرف تميز الترو من الفولس. الترو تعرفه ازاي؟ ان الاجكشن فراكشن اتحسن، الفلو اتحسن، والجريدينت زاد والفيلوستي زادت، يبقى العيان عنده ترو لو فلو لو جريدينت سيفير اورتيك ستينوز. طب العيان ده الفلو اتحسن، الفلو ايه؟ اتحسن والجريدينت لسه قليل والفيلوستي قليله وقست الكوانتيتيف لقيت الاريا بقت اكتر من واحد، يبقى العيان ده عنده سودو سيفير اورتيك ستينوزس، ان هو الاورتيك فالف ما كانش بيفتح علشان الايجكشن فراكشن قليل، فلما حسنت الايجكشن فراكشن فالاورتيك فالف فتح والاريا زادت والجريدينت فضل قليل زي ما هو. طب نيجي بقى على الناس دي، واحد ايجكشن فراكشن اكتر من 50%، واحد عنده ايجكشن فراكشن اكتر من 50% وعنده لو فلو، وواحد عنده ايجكشن فراكشن تحت ال 50% واديته دوبيوتامين وما اتحسنش، كده انا مش هعرف اعمل ايفالويشن بالايكو. يروح يعمل سي تي اورطة، لو السي تي طلع هاي كالسيوم سكور يبقى العيان ده عنده سيفير اورتيك ستينوزس، لو طلع لو كالسيوم سكور يبقى العيان ده unlikely ان هو يبقى عنده سيفير اورتيك ستينوزس. وده الجدول ما بنحفظوش، لما نبقى نعمل كالسيوم للعيان سي تي نبقى نشوف الكالسيوم سكور ونعمل له ايه كورليشن بالجدول ده. تاني، لان الجدول ده اعتقد ده اهم جدول في المحاضره النهارده، ان انت هاو تو اسس الاورتيك ستينوزس. واحد عنده هاي فلو هاي جريدينت، يبقى المشكله دلوقتي ان انا استبعد ان في ايه هاي فلو. اعرفها ازاي؟ بستروك فوليوم اندكس اكتر من 58. لقيت هاي فلو يبقى لازم اعمل اسسمنت بال كوانتيتيف، لقيت لو فلو اعمل اسسمنت بال كوانتيتيف، يبقى كوانتيتيف اسسمنت في اورتيك فالف اريا في الناس اللي عندها هاي فلو والناس اللي عندها ايه لو فلو، ده رقم واحد. فانت دلوقتي لو ما فيش هاي فلو، يعني ستروك فوليوم اندكس اقل من 58 والجريدينت عالي والفيلوستي عاليه، فده خلاص ده سيفير اورتيك ستينوزس. انما لو كان في هاي فلو يو هاف تو اكسكلود وكوانتيفاي الاورتيك فالف اريا، تشوف اقل من سنتي ولا اكتر من سنتي. اليمة الثانيه لو فلو لو جريدينت، لو فلو لو جريدينت اسس الاورتيك فالف اريا بالكوانتيتيف اكتر من واحد، يبقى ده مودريت. تحت الواحد اشوف الفلو، الفلو حلو يبقى ده ايه انلايكلي ان هو يبقى اورتيك ستينوزس لو الفلو كويس. طب الفلو قليل، شوف الاجكشن فراكشن حلو مش هعرف اعمل اسيسمنت، يعمل سي تي. وحش اعمل دوبيوتامين. في فلو ريزيرف حلو هعمل اسيسمنت، ما فيش فلو ريزيرف هعمل سي تي. في فلو ريزيرف والاريا زي ما هي قليله والجريدينت زادت، يبقى ده ترو لو فلو لو جريدينت اورتيك ستينوزس. انما الفلو اتحسن والاريا زادت والجريدينت فضل زي ما هو قليل، يبقى ده سودو سيفير اورتيك ستينوزس. لما تيجي تتسال بقى ايه البارادوكسيكال لو فلو لو جريدينت، هتعرف بقى ايه تجاوب. مين هو ده وسامي؟ الله عليك، لو فلو ولو جريدينت وايجكشن فراكشن ايه كويس. طب هل في اذر ويز ان احنا نعمل اسسمنت الاورتيك ستينوزس؟ في حاجه اسمها فيلوسيتي ريشيو، نفس الفيلوسيتي ريشيو اللي احنا قلناها امبارح صح؟ ايه الفيلوسيتي ريشيو دي؟ قال لك اصل انت ممكن وانت بتقيس ال ال في يو تي انا قيسها 8، الدكتور عبد قيسها 7، دكتور محمد قيسها 6، دي هتتربع فهتطلع لي ايرور مضاعف. فقال لك خلاص يا عم اضرب ده من ده، مش انت بتقول لي ان الفيلوسيتي على الاورتيك ستينوز ازاي ده؟ قارنها لي بالفيلوسيتي بتاعت ال ال في يو تي، اقسم ال ال في يو تي في تي اي على الاورتيك فالف في تي اي، او اقسم ال ال في يو تي بيج فيلوسيتي على الاورتيك فالف بيج فيلوسيتي، يعني اما تقسم فيلوسيتي على فيلوسيتي او تقسم تي في اي على تي في اي. لو لقيت الفيلوسيتي بتاعت ال ال في يو تي اقل من ربع الاورتيك فالف، ده يمشي ان هو سيفير اورتيك ستينوزس، وده عشان ما بنقيسش فيه دايمنشنز فبنسميه دايمنشن ليس اندكس، اسمه دايمنشن ليس اندكس. ممكن نجيب بيك على بيك، يعني البيك بتاع ال ال في يو تي على البيك بتاع الاورطة، او ال في تي اي بتاعت ال ال في تي على ال في تي اي بتاعت الاورطة، اقل من 25%، وبالعند عنده ايه
سيفير اورتيك ستينوس. الميترال جيج والفي اس دي هيعملوا ايه؟ اندر استيميشن للسيفيريتي اوف اورتيك ستينوزس، ولكن والاورتيك ريجيرج هيعمل اوفر استيميشن، لان الميترال جيج والفي اس دي بقللوا الفلو على الاورتيك فالف، انما الاورتيك ريجيرج بيزود الفلو على الاورتيك فالف. ناخد نفس، كل واحد يضرب اللي جنبه، مش قوي يعني، في واحد حضن اللي جنبه خلاص. طيب نخش بقى على الاورتيك ريجيج. اتكلم امبارح والنهارده دول اتقل يومين في الكورس الصراحه. انا نفسي لما بكون داخل على حاله ايكو ولاقي فيها فلفيت او الياد النيل، بعرف ان انا هقعد بقى ايه اشقلب العيان يمين وشمال لان الحاله هتطول. الفلفيت كويسه غالبا كده الايه الاكزاميشن هاخد 7 8 دقائق كده بالريبورت يعني. اورتيك ريجيج، ايه الميكانيزمات بتاعت الاورتيك ريجيج؟ ده احنا عندنا اكيوت وعندنا كرونيك، والكرونيك ده ممكن يكون سببه اورتيك روت دايلاتيشن او كاسب برفوريشن او كاسب برولابس او كاسب ريستريكشن، والريستريكشن ده بسبب روماتيك ولا بسبب كالسيفيك ولا بسبب كالسيفيك اون توب اوف بايكاسب. فعندنا ايه اسباب كتير للاورتيك ريجيج. ده مثلا كده بالاي بولينج، ايه رايك ده لو عنده اورتيك ريجيج يبقى سببه ايه؟ دايلاتيشن الاورتيك روت صح؟ طيب ده لو عنده اورتيك ريجيرج يبقى سببه ايه؟ روماتيك. انا عندي الميترال روماتيك وهو ده ريستريكتد وسيكند، فده لو عنده اورتيك ريجيرج هيطلع ايه؟ طيب ده مثلا البايكاسبيد اللي انا كنت بحكي لكم عليه، ده مثلا عنده كوابتيشن ديفكت، وده كيس ريبورت كانت منشوره بسبب دراج انديوسد اورتيك ريجيرج، اقول لك ان كان فيها كوابتيشن ديفكت وحط الكلر وقاس الفينا كونتراكتا، والفينا كونتراكتا طالع لي تحت هنا ايه نص. ايه رايك في ده؟ ده عيان جاي لك باورتيك ريجيرج وسخونيه، ايه اللي بيلعب هنا؟ ده فيجيتيشن اوف اورتيك انفكتد اندوكاردايتس. تمام، بس فيجيتيشن اون توب اوف ايه؟ روماتيك. يعني هو الفيجيتيشن جت اون توب اوف روماتيك اورتيك فالف افكشن، الدليل على ده ان في هنا ايه؟ روماتيك ميترال ستينوزس ودايليتد ليفت اتريوم. طيب بالتو دي ما ينفعش ان انت تقول للعين عنده سيفير اورتيك ريجيرج وهو ما عندوش دايليتد ال في، الا اذا كان اكيوت ومتفنتل، يعني ده الاكسكيوز الوحيد ان هو قاعد متفنتل كده وشوت وانت بقى ايه شايفه اكيوت. انما واحد كرونيك وماشي وطالع السلم ونازل لك العياده سيفير اورتيك ريجيرج ال في نورمال نورمال نورمال، يبقى كده في مشكله عندك انت مش عند العيان. ايه رايك في ده مثلا بعينك كده لما تلاقي الميترال فالف؟ احمد عاطف يعني مطلع عينينا بال لما تلاقي الميترال فالف كويس يبقى معنى كده ايه؟ ان شاء الله مش روماتيك. لما يبقى في اورتيك ريجيرج وفي فيجيتيشن قاعده تلعب لك كده على اورتيك فالف يبقى ايه؟ يبقى انفكتيف اندو كارديتس. ايه اللي بيلعب ده؟ بس هل العين ده روماتيك؟ مش روماتيك، فده فيجيتيشن انفكتيف اندو كارديتس والعيان مش روماتيك. وايه اللي تحت ده؟ بلورال ولا بريكارديال؟ بريكارديال. ليه؟ بالظبط، لان هو داخل ما بين الهارت والاورت، انما لو كان تحت هنا يبقى ده ايه؟ بلورال ديفيوجن. ايه رايك في ده؟ ايه اللي بيلعب في الاورتا ده؟ فلاب اوف اورتيك دايسكشن، واحد عنده اورتيك انيوريزم وفلاب دايسكشن وضربت لك الاورتيك فالف وحصل اكيوت اورتيك ايه؟ ريجيرج. اهو ده اكسبتد بقى ان انت تلاقي اكيوت اورتيك ريجيرج والال في ايه؟ نورمال دايمنشنز، بس هتلاقي العيان ده ايه؟ بدا ان هو يبقى فيه هيمو دايناميك كومبرومايز. نقعد بقى نتحايل على الكارديو ثراسك يا جماعه خدوه، يقول لك استابلايز فيرست. يا بيه خدوه يا بيه هيموت، استابلايز فيرست. العين مات استابلايزد. الحمد لله.
لا في بقى تكملة القصة اللي عندها ستيبل الحمد لله. طب خلاص ستيبل كونزيرف بقى. الكالر دوبلر، الجت بتاع الاورتيك ريجيرج هيبقى مع البروب ولا عكس البروب في الايريكال؟ مع البروب، فيبان يبان احمر ولا ازرق؟ احمر. طب هو ليه مصفر؟ طب ليه الاورتيك ريجيرج الفيلوسيتي بتاعته عاليه؟ لان في بريشر جريدينت ايه كبير ما بين الاورطه اللي انت لسه عامل له البريشر 120 والال في اللي لسه بقى صفر، ف 120 صفر، فلازم يبقى ايه؟ هاي فيلوستي. عشان كده هنعمل له اسيسمنت بالكونتينوس ولا البالسد؟ بالكونتينوس. وهنا في هنا ايه؟ اورتيك ريجيرج. عشان كده ما تحطش بقى البروب وتطلع لي العيان عنده سيفير اورتيك ستينوزس واصلا ما عندوش ال في اتش، وتلاقيك انت عامل قياس للايه؟ للميترال ريجيرج. ده اكسنتريك اورتيك ريجيرج. والاكسنتريك ده الصراحه الاسسمنت بتاعه بيبقى رخم، ده انك تدور على الفيو اللي هو باين لك فيه عشان تعمل له كوانتيفيكيشن كويس. يعني هو ده نفس العيان لما جبناه في اللونج اكس بقى ايه؟ بقى باين ان هو كونسنتريك، شايف اضيق حته في الكالر ده هو اللي قايس فيها الايه؟ الفينا كونتراكت. الكالر ممكن نحطه بقى حاجه اسمها سوبرا ستيرنال فيو. سوبرا ستيرنال فيو ده هيجيب لي القرش والقرش نازل على الديسندنج اورتا، هو المفروض الدم ينتقل ايه؟ لتحت اللي هو يسيب القلب وينزل في الديسندنج اورتا، هل طبيعي ان الدم يرجع في الديسندنج اورتا؟ ما يرجعش، لو رجع يبقى فيه اورتيك ريجيرج لان البلاد كولوم ده كونتينوس، يعني ما فيش اير في النص، فهو لو في ريجيرج في القلب فاكيد هيسحب الدم منين؟ من الاورطه. وكل ما يكون سيفير كل ما يرجع من عند الديسندنج اورطه. فاحنا ممكن نعمل كلر، الكلر هنا باين احمر ولا ازرق؟ احمر، يعني في اتجاه البروب، يعني جاي من الديسندنج اورطه رايح على الارش، ده بيسموه فلو ريفرزال اوف اورتيك ريجيرج في الديسندنج ايه اورطه. ده انهي فيو؟ ماشي. هل البالسد ويف دوبلر يقدر يعمل لي اسسمنت ليه اورتيك ريجيرج؟ بص، لا انا شايف بيك من بيز والدنيا هايمه في بعضها، ليه؟ لانه هاي فيلوستي. ولكن لو حطيته عند الديسندنج اورطة المفروض الديسندنج اورطة الفلو يسيبه ينزل لتحت، صح؟ ما ليه اللي رجع ده؟ ده الريجيرج. فقال لك لما تلاقي في دايستوليك ريفرزل للفلو في الديسندنج اورطة وتلاقي الاند دايستوليك فيلوستي اكتر من 20 سنتي على الثانيه، يبقى ده مع السيفير اورتيك ريجيرج. انت في بعض الحالات بتبقى انت محتار ده مودريت ولا سيفير، وخاصه في البوردر لاين. يعني انت مثلا في الاورتيك ريجيرج لما اقول لك الريجيرجيتن فوليوم اكتر من 60 يبقى ده سيفير اورتيك ريجيرج. طب 59، طب 61، طب 60. هو لما ابقى في السيف سايد تبقى انت مستريح، يعني 50 او 70 تبقى مثلا، انما 60 تقعد تلف. طب ما نجيب سوبرا ستيرنال، طب ما نعمل كوانتيتيف، طب ما نشوف فينا كونتراكتا، عايزين نشوف البارامترز هتمشي مع مودريت ولا سيفير. طب الكونتينوس تحطه في الايبيكال 5 ولا الايبيكال 3 ولا اللونج اكس؟ ثلاثة صح، بس تبقى ان لاين وذ جيت. والله كنت ان لاين وذ جيت في الباراسترنال حطه، لو هو اكسنتريك قوي حطه، لو انت ان لاين في البارس في اللونج اكس ايريكال حطه، لو انت في الايريكال فايت شمبر يبقى هتحطه امتى؟ لما تبقى ان لاين وذ جيت، الجيت كده وانت حاطط الكرسر كده هيطلع لك الايه؟ الدنيا كويس. ده مثلا في الايريكال 5 شايف حط الكونتينوس على كلر ولا لا؟ ليه حطه على كلر؟ عشان يبقى ان لاين معاه. شايف الفلو ريفرزل ده الاورتيك ريجيرج، وهنا الاورتيك ريجيرج بيقيسوا حاجه فوق اسمها اورتيك ريجيرج بريشر اف تايم. اصحى اصحى معايا، مايترال فالف نورمال، مايترال فالف البريشر اف تايم بتاعه قليل ولا عالي؟ قليل. ليه؟ لان الدنيا فاتحه، ف
فالدم بيعدي في الاورتيك فالف، فبيحصل ان البريشر بينزل بسرعه لان كميه الدم بتعدي بايه؟ بسرعه. طيب لما الميترال ستينوزس يبدا يزيد البريشر هاف تايم يزيد. حلو كويس. تعالى بقى في الاورتيك ريجيرج. نورمال اورتيك فالف في ريجيرج يعني سيفيرلي اوبستراكتد اثناء الدايستول قافل. فالطبيعي اول ما يفتح مايلد اورتيك ريجيرج خرم صغير كده البريشر اوف تايم يبقى عالي ولا قليل؟ عالي قوي صح؟ وكل ما الخرم ده يوسع يوسع فيبدا البريشر اوف تايم يقل. زي نفس الكونسيبت بتاع المايترال، يعني كل ما الاريا تبقى ستينوتيك كل ما البريشر اوف تايم يزيد. المايترال ستينوزس معاه هاي بريشر اوف تايم، والمايلد اورتيك ريجيرج معاه هاي بريشر اوف تايم، انما السيفير اورتيك ريجيرج مع لو بريشر اوف تايم. تعالى بقى نعمل سيفيريتي كوانتيفيكيشن للاورتيك ريجيرج. حد نام؟ حد صحي؟ حد عايز يمشي؟ خلاص فاضل حبه بساط بس، يعني هي انا عارف هي محاضره رخمه شويه بس ان شاء الله تتسجل وتسمعها مره واثنين وثلاثه. الله يفتح عليك. مين اللي بيقول سهل حبيب؟ شرف على وسام على صدري والله. دكتور طب اسره اصلا. طيب احنا عايزين نعرف نعمل اسسمنت للسيفيريتي. والله لو لقيت النورم الاورتيك فالف نورمال وسمول سنترال جيت، حطيت كونتينوس مش قادر تجيبه يا دوبه فينت كده، وجيت تحط دايستوليك فلوريد بنزل في الديسندنج لقيت حاجه بريف او مش موجوده، فده يبقى ماشي مع ايه؟ مايلد اورتيك ريجيرج. تقيس الفينا كونتراكت تلاقيها تحت ال 3 مللي، تشوف البريشر اوف تايم تلاقيه اعلى من 500، يبقى ده كده ماشي مع ايه؟ مايلد. كويس. طب المودريت يبدا الكالر فلو دينستي يزيد شويه، الكالر فلو يبقى انترميديت جيت ويدس. جيت ويدس ممكن نقسمها على ال فيو ديامتر ونطلع رقم. الفينا كونتراكت تبقى انترميديت والبريشر اوف تايم انترميديت ما بين ال 500 وال 200. فينا كونتراكت تحت فوق السته او بريشر اوف تايم تحت ال 200 يبقى احنا كده بنتكلم فيه سيفير. هولو دايستوليك ريفرسال في الارش اللي هو في الديسندنج اورتا والاند دايستوليك بلوست اكتر من 20 يبقى ده سيفير اورتيك ريجيرج. لقيت بقى الجيت ويدس على ال ال بي دي دايمتر اكتر من 65% ده سيفير. شايف كذا بارامتر قاعدين نعضد بيه الكلام نشوف الكلام ماشي معانا ولا لا. طب الكوانتيفيكيشن بقى، انا شايف هنا في حاجه اسمها ريجيرجنت اورفيس اريا، وفي هنا حاجه اسمها في صوت طالع من حته مش عارف طالع منين، وفي عندنا حاجه اسمها ريجيرجنت فوليوم. يبقى في ريجيرجنت اورفيس اريا وريجيرجنت فوليوم. ريجيرجنت فوليوم 30 60 اكتر من 60 سيفير، تحت ال 30 مايلد، من 30 ل 60 مودريت. الاورفيس اريا اكتر من 30 و10 اكتر من 30 سيفير، تحت ال 10 مايلد. ده الريجيرجنت اورفيس اريا، دي الاريا اللي بتتناسب عكسيا مع البريشر هاف تايم. كل ما الريجيرجتن اوريفيس اريا يقل البريشر هاف تايم يزيد، فتلاقي البريشر هاف تايم اكتر من 500 والريجيرجتن اوريفيس اريا اقل من 10، تلاقي الريجيرجتن اوريفيس اريا قاعده تزيد والبريشر هاف تايم يقل، لغايه لما الريجيرجتن اوريفيس اريا تبقى اكتر من 30 والبريشر هاف تايم تحت ال 200. واضحه؟ والله لو طلعنا بس عارفين الحته دي هتبقى انتوا عمد والله. طيب الفينا كونتراكتا لازم تعمل زوم، يعني في الكالر والفينا كونتراكتا لازم تعمل ايه؟ زوم كده وتوسع الدنيا. انما هنا ده بعينك ده مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ ده مايلد، حاجه كده مايلد اورتيك جيج خفيف قوي، ومفيش عندك دايلاتيشن في ال ال في والدنيا سمارت وزي الفل. يبقى انت العين ده عنده ايه؟ مايلد اورتيك ريجيرج. لما تيجي هنا مثلا اهو ده عيان عنده اورتيك ريجيرج، الفينا كونتراكت اضيق حته طلع 4 من 10، يعني مودريت اللي هي من 3 ل 6، يبقى ده مودريت اورتيك ريجيرج. لو قست الجيت ويدس على ال في يو ديامتر هيطلع لك برده ما بين 25 و65 اللي هو في الزون بتاع
المودريت اورتيك ريجيرش. ايه رايك ده؟ سيفير اورتيك ريجيرش لان الجيت ويدس على ال فيدو ينتر اكتر من 65%، ولو شفت الفينا كونتراكت هنا هتطلع اكتر من 6. هنا الفينا كونتراكت طالعه من نص، يعني مودريت تو سيفير اورتيك ريجيرش. وشايف هنا الفينا كونتراكت قايسها في الان في الباراسترنال، لان هنا الجيت اصلا اكسنتريك. فانت لو عايز تحط هنا كونتينوس فلو هتحط في اللونج اكس مش في الابيك. مهما تحط في الابيك هتلاقي الفلو رايح لك كده، هتحط كده عمرك ما هتبقى ان لاين. ما هتبقى ان لاين مع فين؟ في الباراسترنال لونج اكس. طيب كونتينوس ويف اتفقنا ان احنا هنقيس فيه البريشر هاف تايم. انت بتقول له النبي قيس لي البريشر هاف تايم، هتقف على اول الفلو وتروح على اخر الفلو. البريشر هاف تايم هنا طالع كام؟ 522. يبقى معنى كده ان ده مايلد اورتيك ريجيرج. طب هنا البريشر هاف تايم قل شويه بقى 340، يبقى ده مودريت اورتيك ريجيرج. هنا البريشر هاف تايم بقى كام؟ 253، بقى مودريت تو سيفير اورتيك ريجيرج. هنا البريشر هاف تايم بقى كام؟ 135، يبقى ده سيفير اورتيك ريجيرج. يبقى كل ما الاورتيك ريجيرج يزيد والريجيرجنت اورفيس اريا تزيد، كل ما البريشر هاف تايم يقل. كل ما الميترال اريا تقل، كل ما البريشر هاف تايم يزيد. طيب الفلو ريفرزال والاند دايستوليك فيلوستي اتفقنا ان احنا هنشوف فلو ريفرزال بالكلر، نحط عليه البلس الدوبلر. هيبقى في عندنا برضو فلو ريفرزال بالبلس الدوبلر. هنشوف الاند دايستوليك فيلوستي. اند دايستوليك ايه؟ فيلوستي اكتر من 20. هي طالعه هنا كام؟ طالعه 20. اكتر من 20 بتطلع، وممكن هنا هي طالعه 20 هي 22 تقريبا. هتبقى سيفير اورتيك ايه؟ ريجيرج. في ناس فقدت الامل في المحاضره خلاص صح؟ طب ده احنا داخلين على الكوانتيتيف. يا الساعة كام؟ طب ما اقول لكم على حاجة، صلوا على النبي. احنا بنسجلها عشان نخلص منها، وبعدين لما تروح في البيت بعيدها مرة واثنين وثلاثة، عشان بس احنا عندنا الخميس الجاي زحمة والجمعة زحمة، فاستحملوني بس معلش. والموضوع سهل، سهل جدا. احنا بس هنطبق عليه اللي احنا عملناه امبارح. يعني انا النهارده بس في موضوع البيسه ده هنفس البيسه بتاعه الايه؟ الميترال ريجيرج. تعال نركز مع بعض. احنا قلنا لو ده اورتيك ريجيرج مثلا، ده اورتيك ريجيرج، ما اعرفش ده فيو ايه، بس ده اورتيك ريجيرج، ويطلع في الاخر ميترال ريجيرج، بس انا عايز اقنعك ان هو ايه؟ اورتيك ريجيرج. في عندنا هنا هاي فيلوستي فلو صح؟ انا دلوقتي عايز اشوف الريجيرجيتنت اورفيس اريا، الحته اللي هنا دي. لو انا عارف الاريا اللي قبليها والفيلوستي وعارف الفيلوستي هنا، هحسب الاريا دي صح ولا لا؟ حلو. طب الفيلوستي الاريا هنا هحسبها ازاي؟ هاخد الديامتر ده اللي هو بيسموه ده نص القطر، يعني مش هقسمه على اتنين، هو ده نص القطر على طول، فهربعه واضربه في 3.14 هيطلع لي البروكسيمال اللي هي البيسه الاريا. طب فين الفيلوستي؟ ايه ده الفيلوستي اللي بيحصل عليه اليجن. طيب 20 جنيه اللي هيقول المعلومه دي، 20 جنيه يعني تروح في تاكسي بدل سيرفيس. 20 جنيه صحيح، ما فيش سيرفيس بتعدي هنا. 20 جنيه دلوقتي هتقول لي واحد، هيطلع يقول لي دلوقتي انت بتضحك عليا، انا الاليجن فيلوست دي انا اللي بظبطها من الجهاز. يعني انا ممكن اخلي الاليجن فيلوست دي 34، وممكن اخلي السكيل هنا على 65، وممكن اخليه على 70، واخليه على 67. طب ما انا كده الموضوع بتاعي هيبقى مضروب. حد يرد عليا؟ فلوسي حلال. ها ايه؟ عايزين نروح سيرفيس. ها طيب ببساطه، كل ما تلعب في الفيلوستي
كل ما الريديوس يختلف، بس انا اللي قلتها تمام. كل ما الفيلوستي تلعب فيها، كل ما الحته الاليجن دي هتكبر او تصغر. فانت لو خليت الاليجن بيقول 65 هتبص تلاقي الاريا دي ايه صغرت، كل ما تقلل الفيلوستي هتلاقي الاريا دي ايه زادت، انما الفلو في الاخر هيبقى ثابت. طب انت مصلحتك تخلي دي رقم ده 60 ولا 30؟ 30. عارف ليه؟ عشان تبقى الاريا كبيره وتعرف تقيسها. كل ما هترفع الفيلوست دي على 60 70 هتلاقي الاريا صغيره قوي، تيجي تقيس الريديوس هتقيسه غلط. انما لما تقللها هتلاقي الاريا بقت كبيره، تقيس الراديوس كويس وتقيسه ايه وتقيسه صح. راح حاطط لك هنا الفلو اهو، ادي الكونتينوس ويزد دوبلر بتاع مين؟ الاورتيك ريجيرج. وهنا البيسه، البيسه طلعها لك 9 من 10، فراح جايب لك 9 من 10 راحت فين؟ اهي 2 طه نقطه ربيع في الفيلوستي على البيك فيلوستي، 2 طه اللي هي 3.14 نق تربيع البيك فيلوستي اللي هو مرسوم هنا 450 تمام، على قصد الفيلوستي هنا اللي هي دي الاليجن فيلوستي اللي هي 35 على ال 450 اللي هي البيك فيلوستي بتاعت الاورتيك ريجيرج، هيطلع لك الافكتيف ريجيرجيتانت اوريفيس اري. كده سيفير ولا مايلد ولا مودريت؟ اكتر من 30، 39 صح؟ يبقى ده ايه؟ سيفير. يبقى انت جبت الريجيرجيتانت اوريفيس اريا، لو ضربتها في الفي تي اي بتاعت الاورتيك ريجيرج هيطلع لي الريجيرجيتانت فوليوم صح؟ يبقى احنا دلوقتي لو ضربناها في الفي تي اي بتاعت الاورتيك ريجيرج هيطلع الريجيرجيتانت فوليوم. الاوريفيس اريا اكتر من 30 يعني سيفير، والريجيرجيتانت فوليوم اكتر من 60 يعني سيفير. مش مهم. ممكن الريجيرجيتن فوليوم الواحد يقيسه بقصة اللي كانت الدكتورة رضوى بتقول عليها، ان انا احسب الاستروك فوليوم واطرحه من الاستروك فوليوم، يعني احسب الاستروك فوليوم اللي طالع الاستروك فوليوم اللي نازل، يحسب الموضوع ده مش مهم. يعني لو جبت الفلول اللي جاي من المايترال والفلول اللي راح الاورطة اطرحهم من بعض يجيب لي الفلول اللي جالي فين في الاورتك ريجيرج. العوض عرض. اخر واحدة الاكيوت سيفير. الاكيوت سيفير ده طب 20 جنيه تاني. اخر سلايد. 20 جنيه تاني. العيان اللي عنده اكيوت اورتيك ريجيرج المايترال انفلو تلاقي عليه ايه؟ مش مهم. لا. يبقى عنده كانه عنده دايستوليك ديسفانكشن عالي. لان اكيوت اورتيك ريجيرج هيملى الليفت فينتريك البدري، فالفيلنج بريشر يعلى، فيقول لك كان انت عندك ريستريكتيف دايستوليك ديسفانكشن. شايف ده اكيوت اورتيك ريجيرج، والاي على الاي برايم هتلاقيها عاليه اكتر من 2 اللي هي تطلع لك ان هو عنده ايه سودو ريستريكتيف، يعني كانه هو عنده دايستوليك ديسفانكشن بس هو ما عندوش. ده كل اللي فيها انا عارف التسقيفه دي مش من نفسكم النهارده. بس يعني ان شاء الله لما تسمعوها تاني وتالت ورابع، ولو في حاجه احنا مع بعض يعني ان شاء الله.